الرحمن الرحيم. جمهورنا الرياضي الكريم، اهلا وسهلا بكم وتغطيه جديده لافتتاح بطوله العراق الجديد في ملعب 9 نيسان الرئيسي. اليوم يلتقي طرفي المباراه فريق الشموخ من منطقه الزعفرانيه بقياده الكابتن ماهر محمد احمد، الكابتن ماهر الجميلي والكابتن قاسم كوتش اللي معروف امامكم. راح نبدي بالكابتن ماهر كونه هو اللي احنا قاطع مسافه. كابتن، مباراه كبيره، مباراه افتتاح، راح تواجه فريق جماهيري، فريق اصحاب الارض، فريق العمل الشعبي المعروف عنه. كلمه اولا لهذا الافتتاح وتحضيراتكم لهذه المباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل الجهود المبذوله على اقامه هذه البطوله، واحنا ساعين ان شاء الله ان الله يوفقنا لهذه البطوله، ونتمنى من الله التوفيق. وهاي الرياضه، اعتقد انا فريق الشموخ شاهدت له مباراه سابقا في هذا الملعب. نعم، لا حقا يعني اول مره تشتركوا له؟ اول مره نشترك بهاي البطوله احنا. نعم، الولد جايين يعني هنا لاعبين. نعم، لاعبين هنا المنطقه. نعم، والفريق خوش فريق يعني. عندك اطلاع على فريق العمل الشعبي بقياده كوتش؟ لا والله صراحه اول مره جاني. كابتن، فريق جماهيري، فريق خبره، يمتلك عناصر متميزه ومتطوره من اللعب، من الاسلوب التكتيكي والمهارات العاليه بالملعب. الرياضه كل شيء بيها، واحنا اول مره نجي، نتمنى من الفريقين تكون المباراه جميله ويستمتع بها الجمهور. احسنت، احنا ان شاء الله بهاي البطوله. نعم، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل للكابتن قاسم كوتش مدرب العمل الشعبي. كابتن، اكيد مباراه الافتتاحيه وسط جمهورك وارضك تكون صعبه. والله اول شيء ارحب بكم وارحب بفريق الزعفرانيه. نعم، مباراه افتتاحيه تكون صعبه على الطرفين، احنا المهم تكون غايتنا يطلع فريق الزعفرانيه راضي على البطوله، وان شاء الله ما بيناتنا خاسر، انما كفريق عمل الشعبي استعدادات عندنا لهذه البطوله، وان شاء الله احنا متحضرين لهاي اللعبه. بس اللي اتمناه ان يكون فريق الزعفرانيه راضي، خسران فايز يكون راضي علينا، وان شاء الله احنا ما نقصر وياكم. كابتن، اليوم اشوفك يعني صراحه يعني مسيطر ومنتعش انتعاش عالي، شنو الاسباب؟ والله ماكو قصه اسباب، بس ان شاء الله احنا فريقنا جاهز، وان شاء الله العلم انا اخذت معلومات عن فريق الشموخ، ان شاء الله مسيطرين على المباراه. شلون حصلت على فريق؟ يعني هو عنده مثلا معسكر مكشوف؟ لا، انت اليوم بوجود اعلام ودائره اعلاميه تقدر تسال عن فريق الشموخ، تقدر تسال عن اي فريق، لان اليوم بتغطيه الاعلام وبتغطيه التواصل الاجتماعي مستحيل فريق. اذا اعزائي المشاهدين الكرام، اكيد احنا كاعلاميين نتمنى كل التوفيق للطرفين، ونتمنى نشاهد كلمة الختام للدائرة الإعلامية في قرية عشرة. والله وجود الدائرة الإعلامية نجاح البطولات، هذا الجمهور ما جاي عن فراغ، إذا مو أكو إعلام ومعلقين ودائرة إعلامية مستحيل أكو. أحسن كوتش، شكرا جزيلا. سهلا. أيضا كابتن ماهر الجميلي، كلمة الختام للدائرة الإعلامية في قرية عشرة. نشكر كل الإعلاميين الدائرة هاي، يعني تستقبل هاي الناس. نعم، بصورة عامة، ونشكر كل الجهود المبذولة، بالأخص نشكر الأستاذ مدير الفريق مالتنا الأستاذ حسن هلول الخفاجي. نعم، ونشكر الإعلام نهاد السفاح. شكرا جزيلا. وأهلا وسهلا. أيضا نرحب بمدير فريق الشموخ، أهلا وسهلا بك، أول شيء عرفنا على نفسك. أهلا وسهلا حبيبي كابتن نهاد، أنا كابتن حسن الخفاجي مدرب نادي الشموخ الرياضي، ونشكر الإعلام حضرتك، ونشكر الجمهور اللي غايم على البطولة، ونشكر هذا الفريق اللي وحتى لا فوز وخسارة أي أهم شيء احنا شنو المودة بيناتنا. أحسن كابتن، ونحب تنتهي المباراة على خير إن شاء الله. أحسن كابتن، نشكر كل الجماهير الحضور هاي الرياضة الطيبة. زين، نشكر إعلامكم أنت كابتن نهاد. كابتن، سؤال، أنت يعني من المتابعين للدائرة الإعلامية في قرية عشرة؟ اي نعم، بارك الله بجهودكم. يعني نعم، صفحتك على الفيس ممكن تتواصل ويانا؟ نعم نعم، موجود. اذا احنا نتمنى لكم كل التوفيق، شكرا جزيلا. اذا جمهورنا الرياضي الكريم، ابقوا معنا وفقرات جديده اخرى. اعزائي مشاهدي قناه نهاد الصفاح الرياضيه، نلتقي بطاقمي تحكيم هذه المباراه الافتتاحيه بطوله العراق. نلتقي اولا بالحكم الكابتن اسماعيل جمعه. كابتن اسماعيل، رايكم في هذه البطوله، وكيف سترون مباراه الافتتاح بين فريقي العمل الشعبي وفريق الزعفراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكر تواجد الاعلام، اعلام نهاد الصفاح، واشكر المنظم البطوله الى دعوتنا الى تحكيم هذه المباراة الرائعة الافتتاحية بين فريق العمل الشعبي والزعفرانية، فريقين قويين وأخلاق عالية، اللاعبين معروفين. كيف ترون المباراة كابتن اسماعيل؟ أكيد مباراة افتتاحية، مباراة قوية بين الفريقين،
وإن شاء الله احنا مسيطرين وراح نبذل جهدنا لإنجاح المباراة. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين. لنا كلمة مع الكابتن محمد. الكابتن محمد، رأيكم في مباراة الافتتاح بين فريقي الزعفرانية وفريق العمل الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى التوفيق من الله للفريقين ولجميع الأخوة الكباتن الحاضرين، لجنة المشروع الرياضية، والأخ الأستاذ علي الفالح، والأخوة فريق العمل الشعبي، وأختنا فريق الزعفرانية، وإن شاء الله تخرج المباراة بأجمل صورة. كيف ترون هذه المباراة كابتن محمد؟ والله حقيقة يعني أنا أبو علي العمل الشعبي شايفهم فريق قوي ومحترم، بس الأخوة الزعفرانية ما شايف لعبهم، فما راح أقدر أحكم على المباراة وصعوبتها، وإحنا إن شاء الله مسيطرين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كان لقاءنا مع حكمين مباراة الكابتن إسماعيل جمعة والكابتن محمد علي، نتمنى التوفيق. إذن جمهورنا الرياض الكريم، معنا المعاون الفني لراعي البطولة الأستاذ علي فالح الهندي، معنا ماهر الدلفي. ماهر، أكيد افتتاح كبير وسط حضور جماهيري ووسط حضور شخصيات رياضية أيضا، كلمة لهذا الافتتاح الكبير في ملعب 9 نيسان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ نادي وتحياتي لكل الحضور اللي موجودين. صراحة اليوم مباراة راح تشهد بها إثارة وقمة، لأن فريقين كبيرين مثل العمل الشعبي والزعفرانية. نعم. أتمنى لهم كل التوفيق طبعا في هذه المباراة. صراحة مثل ما أشوف الجمهور اليوم هو فاكهة المباراة، وطبعا ما ننسى دوركم الكبير الإعلام. نعم. صراحة تقدمون يعني فجهد جدا جبار. نعم. ان شاء الله دائما موفقين بهذا العمل. احسنت كابتن ماهر، او العفو استاذ ماهر، احنا ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، ونشكركم الشكر الجزيل لدعمكم للشباب الرياضي ولجميع ملاعبنا في مناطقنا الرياضيه. اتمنى لكم كل التوفيق استاذ، ان شاء الله شكرا. التوفيق لجميع الحضور. شكرا كابتن. اذا اعزائي المشاهدين الكرام، ابقوا معي والفقره الاخرى مع توقعات الشخصيات الرياضيه. جمهور الرياض الكريم، الان مع فقره مع توقعات الشخصيات الرياضيه اللي حاضر لافتتاح بطوله العراق الجديد. معنا الكابتن سلام ابو العبي. كابتن سلام، اكيد مباراه قويه بين العمل الشعبي وفريق الشبوق، ممكن ناخذ توقعك للمباراة، فقط توقعاتك للمباراة للشوط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما شايفين فريق الزعفرانية، بس فريق العمل الشعبي فريق يعني جيد وصاحب بطولات، وأنا أتمنى التوفيق للعمل الشعبي. النتيجة كابتن؟ 2-0 العمل الشعبي إن شاء الله. شكرا الكابتن سلام أبو العبي، مدرب تماسيح البسماية. أيضا على عدنان. على عدنان، بس توقعاتك لمباراة الزعفرانية والعمل الشعبي كنتيجة شوط أول. والله كابتن، هما الفريقين ممتازين، بس إن شاء الله توفيق للفريق العمل الشعبي. 1-0 إن شاء الله. أحسنت كابتن. هذه متابعينا، أهلا وسهلا بكم مع فقرة توقعات الجماهير لمباراة افتتاح بطولة العراق الجديد المقامة في ملعب 9 نيسان بين فريق العمل الشعبي وشموخ الزعفرانية. كابتن، ممكن توقعاتك لهذه المباراة؟ 3-0 ويفوز عمل الشعبي بالجزائر. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله العمل الشعبي. إن شاء الله العمل الشعبي. توقعاتك حبيبي؟ إن شاء الله العمل الشعبي. يعني أنتم مشجعين فريق العمل الشعبي؟ نعم، بس الفريق الزعفراني إن شاء الله هم قوي. وخلاص الفريق هو اللي متقدم الآن نتيجة 2-1. نعم نعم، الشوط الأول بس. أيضا يصل معنا توقعاتك لهذه المباراة الكبيرة بين العمل الشعبي والزعفرانية؟ والله توقعاتي إن شاء الله فريق العمل الشعبي إن شاء الله يفوز. شنو رأيك بالتغطية الإعلامية؟ والله تغطية مفضلة جيد جدا. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. جمهور الرياض الكريم، راح ناخذ توقعات الحاج أبو صباح طبعاً. وهو رياضي سابق من منطقة 9 نيسان، والآن هو جاي يشجع فريق العمل الشعبي لافتتاح بطولة العراق الجديد. أبو صباح حبيبي، أريد تعطينا يعني نبضة مختصرة عن حياتك الرياضية سابقا. قبل؟ نعم. قبل احنا نلعب هولة. نعم. نلعب هولة يعني زماننا قبل احنا نلعب هولة. نعم. اي والله هاي بعد زين. انت ما زلت يعني تعشق كرة القدم وهذا العمر؟ ايوه هذا العمر، وهسه احب انا كرة القدم. الله يحفظك. اذا اليوم مباراة افتتاح كبيرة يشهد ملعب 9 نيسان بين فريق العمل الشعبي وفريق الزعفراني. الان اعتقد النتيجة 2-1 لفريق 3-1 لفريق الزعفرانية. يعني ممكن تعطينا توقعاتك ولماذا تعشق فريق العمل الشعبي؟ عمل شعبي قرابتي، واقول قرابتك لانه منطقتك تقصد. منطقتي وهذه. نعم. اذا توقعاتك للنتيجه؟ والله الحمد لله، اشكر هسه
هم الثلاثة فارس إن شاء الله يعني يفوزوا العمل الشعبي؟ إن شاء الله. إذن شنو رأيك بالدائرة الإعلامية في قرية عشرة لتغطية كافة النشاط الرياضي للفرق الشعبية وفي المناطق المجاورة؟ والله يا خوش منطقة حلوة وهذه. لا الدائرة الإعلامية اللي جاي صورك هسه شنو رأيك بهذا التصوير والتغطية وراح تنشر على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم شنو رأيك يعني شيء جميل؟ جميل. شكرا الأخ العزيز أبو